مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج منشط الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشطات كبريات الصحف المحلية والدولية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الإعلامي والمحلل السياسي وليد الأحمد. أهلا بك أستاذ وليد. يا مرحبا، حياكم الله. والبداية دائما من صحافتنا المحلية بعد هذا الفاصل. نستهل جولتنا في الصحف المحلية من منشط جريدة الراي. نبدأ: المخزون الاستراتيجي آمن، تواصل الاستعدادات الاحترازية للتطورات في المنطقة، تنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان توفير كل الاحتياجات. أما جريدة الجريدة فعنونت: القطع المبرمج مستمر لليوم الثالث، شمل 9 مناطق زراعية وصناعية، والكهرباء تواصل صيانة الوحدات المعطلة. الأحمال سجلت 17150 ميجاوات، ومحادثات مع الصين لإنجاز الشقاية والعبدلية. أما جريدة القبس فتناولت الموضوع نفسه في صفحتها الأولى، ومن منشيتها الرئيسي نقرأ: الكويت والصين تسريع مشاريع الطاقة وتطوير المنظومة الكهربائية وزيادة الإنتاج، العمل على إنجاز مشروع الشقاية بطاقة إنتاجية 3200 ميجاوات، بحث مشروع العبدلية للطاقة الكهروضوئية، وتكليف الفريق الفني للجانبين بإنجاز المواصفات الفنية والتقنية بأسرع وقت. وزير الكهرباء الدكتور محمود بوشهري بحث مع الوفد الصيني الزائر للكويت خطة تسريع مشاريع الطاقة المشتركة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. إذن أستاذ وليد، يعني مباحثات من الجانبين الكويتي والصيني للتسريع في إنجاز المشاريع التنموية، خاصة فيما يتعلق بملف الكهرباء، كيف ترى التعاون الصيني والكويتي في هذا الإطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا أول شيء عن العلاقات الكويتية الصينية. تعتبر الكويت يعني أول دولة خليجية تقيم علاقة دبلوماسية مع الصين في 1971. إذا تكلمنا عن العلاقة ما بين الدولتين، نلقى الكويت أول من طرق باب الصين للاستثمار وعمل اتفاقيات ومذكرة التفاهم أيام الشيخ صلاح الأحمد الله يرحمه، ومن ثم انطلقت بقية دول الخليج إلى الصين. إذا هذا ليس مستغرب. إذا تكلم عن الكهرباء، فعلا يعني إحنا يمكن لاحظنا الانقطاعات هذه بين فترة وفترة عن بعض المناطق. لا شك أن يعني لابد من إيجاد حل نهائي لمشكلة انقطاعات التيار الكهربائي. الصين دولة اقتصادية عظمى أصبحت الآن، والاتفاقيات معها يعني اتفاقيات أنا أشوفها مربحة وناجحة، لأن كثير من المشاريع اللي مسكتها الصين أنجزتها بوقت محدد بطريقة يعني دقيقة. فلا شك إذا تطرقنا إلى هذا الجانب ومن أجل يعني إيجاد مولدات طاقة جديدة، هذا ما تحتاج الكويت، لأن الآن التركيب السكاني في تزايد، المناطق السكانية في تزايد، الأحمال ستتضاعف في السنوات القادمة ليس الآن فقط. وبالتالي اللجوء أو الاتجاه إلى الجانب الصيني وعمل الاتفاقيات هذا شيء مهم جدا. نعم. إذا أستاذ وليد، أنت ترى أن التعاون الصيني الكويتي في مجال يعني ملف الطاقة على وجه الخصوص، خاصة أن في الآونة الأخيرة يعني شهدنا انقطاعات في عدد من المناطق يعني السكنية، أن سيكون تعاون مثمر وجاد؟ نعم. 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 ونذهب إلى جريدة الأنباء، ومن صفحتها الأولى نطالع: احتياطات لمنع انتشار جدري القردة. مدير إدارة منع العدوى في وزارة الصحة أكد للأنباء أنه يتم اتباعها في حال تواجد أي مصاب داخل المستشفى، ووضع المشتبه في إصابته بغرفة فردية، وضع المشتبه بإصابته بجدر القردة أو تأكدت إصابته في غرفة فردية، واقتصار نقله على الأغراض الطبية فقط، اتباع الإجراءات، إجراءات التنظيف والتطهير القياسية باستخدام مطهر معتمد للاستخدام داخل المنشآت الصحية. المشعان لمسؤولي الطرق
سرعوا وتيرة الإنجاز. تحت هذا العنوان كتبت جريدة النهار أن وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة الشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان أكدت أن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البنية التحتية تأتي لضمان سلامة المشاريع الحيوية وتسريع وتيرة الإنجاز. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قامت بها في مشروع جسر صباح الناصر، تقاطع صباح الناصر مع طريق تشبد والدائري السادس لمتابعة آخر تطوراته، حيث لفتت إلى أهمية تسريع وتيرة الإنجاز وطالبت المسؤولين كذلك بتكثيف المعدات والعمالة للانتهاء من المشروع في المدة المحددة. وقالت المشعان أن هذه الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل في المشروع بعد توقف دام 12 عاما وللوقوف على حالة الجسر، مشيرة إلى أنه يترتب على إنجاز مشروع الجسر الرابط بين منطقة صباح الناصر وطرق الصليبية حل جميع المشكلات السابقة، خصوصا تجمعات المياه في فصل الشتاء وموسم الأمطار. وحول اليوم العالمي للعمل الإنساني عنونت جريدة السياسة: الكويت عطاء يتدفق للإنسانية عبر الأجيال. مسيرة تاريخية من التبرعات السخية والمشروعات الخيرية شملت قارات العالم. اليوم العالمي يعيد للذاكرة المسيرة الإنسانية للكويت في التخفيف من معاناة الشعوب. تصدرها العمل الخيري عالميا دفع الأمم المتحدة إلى تكريمها بتسميتها مركزا للعمل الإنساني. قيادتها الحكيمة وضعت العمل الإنساني على رأس أولوياتها بدعم من الأمم المتحدة. إذن يعني في اليوم العالمي للعمل الإنساني برز اسم الكويت، وهذا ليس بغريب. حتى قبل تسميتها بأنها مركز العمل الإنساني كانت الكويت يعني لا تألو جهدا في أن تمد يد العون إلى كافة بقاع العالم وكافة القارات كما قرأنا في منشأة هذه الصحيفة. كيف تنظر لدور الكويت الإنساني أستاذ وليد؟ يعني دور الكويت الإنساني، إذا تحدثنا عن هذا الجانب الإنساني الكويتي لا نعرف من أين نبدأ وكيف ننتهي. يعني الكويت حصلت في عام 2014 على أن الكويت أصبحت مركز العمل الإنساني، والله يرحمه الشيخ صباح الأحمد قائدا لهذا العمل، وكان هذا في 2014 من قبل الأمم المتحدة. إذا تحدثنا عن الكويت وعملها الإنساني نتذكر أن الكويت يعني عقدت 3 مؤتمرات للدول المانحين لدعم الشعب السوري 2013 في الكويت، 2014 و 2015 حتى 2016 اللي صار بلندن تحت إشراف الكويت وتحت رعاية الكويت. إذا تحدثنا عن عمل الإنسان في الكويت أيضا نتذكر دعم العراق، إعادة إعمار العراق، أنا هذا حضرته كان 2018 وتم يعني التعهد بتقديم 30 مليار دولار لدعم الشعب العراقي من أجل إعادة الإعمار. إذا تحدث عن الكويت تتحدث عن غزة، دعم غزة، القضية الفلسطينية، السودان، اليمن، حتى دول أوروبا عندما هناك تكون كوارث ومحن الكويت على طول طائرات. الجمعيات الخيرية الكويتية ما نقدر نعدد، جمعية الهلال الأحمر الكويتي أيضا دورها كبير، الطائرات الإغاثة اللي تذهب إلى السودان وتذهب شرق وغرب. لا شك أن هذا مفخرة للكويت، أن هذا العمل يعني أولا لله، الواحد يحتسب الأجر في ذلك، ثانيا مساعدة الإنسان، وثالثا إثبات العالم أن الكويت رغم أنها دولة صغيرة إلا أنها كبيرة في عطائها. بالتأكيد، وهذا بالفعل يعني أستاذ وليد يجعلنا فخورين كوننا كويتيين وكوننا يعني نستحق بالفعل أن نكون مركزا للعمل الإنساني، لأننا ككويتيين نمارس العمل الإنساني يعني سواء يعني مؤخرا أو حتى منذ القدم كما حضرتك ذكرت. نسأل الله يعني السلام والاستقرار وأن تكون الكويت دائما يعني مركز العمل الإنساني. خبر أخير نطالعه مشاهدينا من جريدة الصباح، حيث أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عدواني قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لتوحيد سلم التقدير اللفظي والمعدل العلمي لجميع الدرجات العلمية الصادرة في دول الابتعاث الأوروبية. وقال الوزير العدواني أن اللجنة ستقوم بدراسة معايير وأنظمة المعدلات ووضع آلية منظمة لتوحيد سلم التقدير والمعدل العلمي لجميع
الدرجات العلمية الصادرة هناك، وإعداد تقرير بنتائج أعمالها شاملا توصياتها ومسودة لعمل الآلية لتوحيد التقدير والمعدل العلمي ورفعه إليه خلال 3 أشهر من تاريخه. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى أبرز منشطات الصحف العربية والعالمية. قراءة تحليلية جديدة لأبرز منشطات الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت بلينكين: نتنياهو وافق على تهدئة وندعو حماس إلى القبول. وذكرت الصحيفة أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين استمر ل3 ساعات، ووصفه مكتب نتنياهو في بيان بأنه اجتماع إيجابي وجرى في أجواء طيبة. وأعلن بلينكين أن نتنياهو تعهد بإرسال وفد إلى المفاوضات الجديدة المقررة هذا الأسبوع حول هدنة في قطاع غزة، إما إلى الدوحة وإما إلى مصر لمحاولة إنهاء العملية. أستاذ وليد، هذه المقترحات التي تتغير بين حين وآخر على حسب الأهواء الأمريكية الإسرائيلية، هل برأيك هي ستكون يعني كمخرج من هذه الحرب أم أنها ستزيد الأمور تعقيدا، خاصة إذا نظرنا أن حماس يعني غير يعني قابلة بهذه الشروط والآراء المتغيرة بين فترة وأخرى؟ حقيقة أي مبادرة أمريكية تخرج اليوم لإنهاء الاعتداء على غزة هي مبادرة أمريكية إسرائيلية، ولكن في نفس الوقت هناك لعب أدوار. أنا أعطي باصيك أنت تشوت، أنت عطني الكرة أنا شوت، كل هذا من أجل الضغط ليس فقط على حماس، على الدول العربية من أجل الضغط. هناك تلاعب واضح، يعني عندما تدعي اليوم الولايات المتحدة أنها تسعى لوقف الحرب، وبالتالي عندما يذهب نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي ويقدم مشروعه الدكتاتوري ينال تصفيق من الجميع، إذا هذا تناقض. أنت توافقه على جميع خطواته والقتل اللي يتبعه في غزة، وبالتالي تقول في نفس الوقت أنا أطالب وقف الحرب، هذا التناقض واضح. أصلا يكفي الإمدادات التي تقوم بها الولايات المتحدة، الإمدادات العسكرية والأسلحة والعتاد إلى الكيان الصهيوني، هذا يعني أبلغ دليل على أنها توافق على كل ما يأتي به هذا الكيان. الآن وافقت الولايات المتحدة على دعم عسكري لإسرائيل مقداره 18 مليار دولار، وهي التي تعاني من عجز، الولايات المتحدة تعاني من عجز ميزانيتها مقداره 244 مليار دولار، فمعناتها يعني تناقض واضح واتفاق ما بين. هل تستطيع الولايات المتحدة أن ترفض لهذا الكيان طلب؟ اللوبي الصهيوني قوي جدا، نعم. هو من يتحكم بالسياسة الأمريكية. هو من يتحكم ليس فقط في السياسة الأمريكية ولكن في العالم. صحيفة العربي الجديدة القطرية نطالع فيها تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد لوقف إطلاق النار في غزة. ووفق الصحيفة فإن المقترح يجعل وقف إطلاق النار الدائم بندا للتفاوض في المرحلة الثانية. المقترح الأمريكي ينص على إجراء مباحثات تقنية بشأن محور فيلاديفيا، وحماس ترى أن المقترح الجديد يخل بما عرض في 2 يوليو. إذن كيف تقرأ أستاذ وليد هذا المقترح لوقف إطلاق النار في غزة، خاصة أن يعني هذا الكيان مستمر في ارتكاب المجازر الوحشية وفي انتهاكاته؟ المقترح الأمريكي الأخير أصلا يتناقض مع المقترح السابق 8 يوليو التي قدمته الولايات المتحدة. كان في السابق يقول مقترح أنه خروج القوات الإسرائيلية من غزة، الآن يتحدث عن محور فيلادلفيا وتقليص الجنود الإسرائيليين في هذا المحور. إذا ما الجديد الذي أتيت به؟ هذا طبعا لا شك أنه سيقابل برفض من حماس ومن مصر. طبعا رفض هذا المقترح لأنه يبقي القوات الإسرائيلية في هذا المحور، محور فيلادلفيا اللي يفصل ما بين غزة وما بين مصر. وبالتالي أنا أرى بأن هذه المقترحات
تتم بالتنسيق ما بين أمريكا وإسرائيل، وبالتالي لن تلقى قبول من قبل الطرف الآخر الفلسطيني أو حتى المصري. إذا مفاوضات الهدنة التي تقوم بها الدوحة ومصر والولايات المتحدة، يعني إذا كان هذا الكيان الإسرائيلي يماطل ويموه وكل يوم يخرج لنا بمقترحات جديدة، هذه الدول التي يعني أخذت على عاتقها أنها تمسك ملف الهدنة ووقف إطلاق النار، أين دورها في إلزام هذا الكيان بما أتى في 2 يوليو؟ يتم وضع مقترحات ناجحة وبناءة من قبل قطر عندما يتم الاجتماع هناك، ولكن فيما بعد هذا المقترحات أين تذهب؟ تذهب إلى الولايات المتحدة، هناك يصير لها تشغلها بما يتماشى والمصلحة الإسرائيلية مع الأسف، ويتم تشاور فيما بينهم، ومن ثم تعاد هذه المقترحات إلى الدول العربية على أساس أن مقترح قدم من الدول العربية والاتفاق، وحقيقة هي مقترحات بالنهاية أمريكية من أجل إظهار للعالم أن قاعد نقدم مقترحات لكن حماس قاعد ترفض، إحنا ما لنا ذنب. هذا طبعا كذب على الحقيقة، والواقع أن المقترحات من سيء إلى أسوأ. عندما تبغي قواتك في محور فيلادلفيا بعد ما كنت تقول خروج القوات الإسرائيلية، فمعناته هذا تأخر في مرحلة التفاهم وليس تقدم. نعم. وإذا كانت حماس ترفض أن تجلس في طاولة المفاوضات مع هذا الكيان، هي لديها وجهة نظر أن هذا الكيان يمارس المجازر حتى وهو جالس على طاولة المفاوضات، فبالتالي هي لها رؤية في هذا الشأن. وكما ذكرت أستاذ وليد أن الولايات المتحدة أيضا تقف مع هذا الكيان وتنتقي ما تشاء من شروط. نعم. صحيفة القدس الفلسطينية تعنون أوتشا مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023، وذكرت الصحيفة أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أعلن أن عمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للنزاعات في العالم يتعرضون للقتل بأعداد غير مسبوقة، حيث قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة العام الماضي. في القاهرة الإخبارية نطالع، مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلاديفيا، ونفى مصدر رفيع المستوى حسب القاهرة الإخبارية موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلاديفيا، وقال المصدر أنه لا صح شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في هذا المعبر. إذن هل يمكن أن تنسحب إسرائيل من محور فيلاديفيا بعد أن قامت باحتلاله الآن؟ صعب جدا أن الآن إسرائيل تنسحب من هذا المحور، وعلى فكرة هذا المحور يعني هو تقريبا شريط حدودي ما بين غزة في الجنوب ومصر، امتداد 14 كيلومتر يفصل ما بين الدولتين. هذا الشريط سيطرت على إسرائيل الآن، صعب الخروج من هذا المحور، لأن يعني تفكر في خنق غزة، من يسيطر على هذا المحور، وهذه التسمية سمت إسرائيل، ومن يسيطر على هذا المحور يخنق غزة، أيضا يتحكم في أي سلعة غذائية طبية مواد. على أي أساس قامت إسرائيل باحتلال؟ لأن سيطرت على غزة بين مصر وغزة جنوبا. نعم. شريط يمتد معبر رفح، معبر كرم أبو سالم، نفس الشريط. نعم. والجهة الأخرى مصر، فالسيطرة على هذا معناته أنت قتلت غزة بالتحكم بالمواد الغذائية التمويلية، أيضا الأسلحة، أي شيء. إذن أنت فصلت يعني الآن مصر يعني نفت أنها سمحت للقوات الإسرائيلية أن تقوم بهذا الاحتلال. نعم، لأن لو قبلت أصبح، خلينا نفترض على سبيل المثال قبلت أو لن تقبل، الآن القوات الإسرائيلية موجودة. نعم، سيطر على المعبر وسيطرت. نعم. عليه، وقال نتنياهو وذكر نتنياهو هذا المعبر. رد الفعل المصري كيف سيكون؟ اعترض طبعا، هذا مقترح أمريكي للتحسين. هذا قال نعم. التقليص. أستاذ وليد، اعترضت مصر على هذا الاحتلال؟ نعم. وستسكت؟ من يسكت؟ طبعا اعترضت، تعترض اعتراض، ولكن بالنهاية ماذا سيتم من خلال اتفاقية الهدنة إذا حدثت؟ هذا ما يعني ما هو موجود بالهدنة هو ما سيتم تنفيذه. الآن حماس
قالت احنا نعترض على المقترح الاخير. ليش؟ لان احنا كنا نطالب بخروج القوات الاسرائيليه بالكامل وليس فقط نبقيهم مع محور فيلادلفيا. هذا محور اساسي شريان الحياه في غزه. فلذلك الان ستتوقع ستكون هناك مخارج اخرى لهذا المقترح المرفوض حتى من مصر، لان مصر اصلا يشكل خطر عليها. تخيل الجنود الاسرائيليين الجيش القوات راح تتمركز على طول في هذا المحور، اي مناوشات اسرائيليه مصريه سهوله يتم يعني اذا مصر وقصفها بالمدفعيه بسهوله. اذا سيستمر تمركز هذه القوات في محور فيلادلفيا الى حين تنتهي المفاوضات. نعم تنتهي، لان قال نتنياهو وركز على قال لن نخرج من هذا المحور وسنبقى في هذا المكان. هذا خلى يعني امريكا تبي تخفف من حده اللهجه، فقال طيب خلونا نقلص. طبعا حماس قالت مو تقلص، انت تخرج بالكامل. هذا كان مقترح سابق. المقترح السابق ايش؟ هذا ما يريده انك تخرج القوات الصهيونيه، وتجعل المنظمه التحرير هي من السيطره على غزه. مقترح سابق، لكن الحين تقول لا تقلص من عدد الجيش الاسرائيلي، فهذا يعني الا تعي الولايات المتحده والمجتمع الدولي ان من يقوم بالتصعيد هو الكيان الصهيوني؟ الشرق القطرية نطالع فيها، الاحتلال الإسرائيلي يعيد اعتقال 24 من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، وذكرت الصحيفة أن نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال فتاة أفرج عنها ضمن دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر الماضي، ليرفع عدد المعاد اعتقالهم من المحررين بتلك الصفقة إلى 24 فلسطينياً. القدس العربي نقرأ فيها مخاوف من إسرائيل من عودة العمليات الاستشهادية بعد انفجار تل أبيب، وتقول الصحيفة أنه في إسرائيل تبرز مخاوف من عودة العمليات الاستشهادية بعد تهديد حركة حماس باللجوء إليها ردا على استمرار مجازر الاحتلال في غزة. وصباح الاثنين أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن انفجار العبوة الناسفة في مدينة تل أبيب والذي أسفر عن قتيل كان نتيجة محاولة تنفيذ عملية هجومية. الغد الأردنية نقرأ فيها تفجير تل أبيب، هل استحضرت حماس العملية من دفاترها القديمة؟ تقول الصحيفة أمر جلل استجد في تل أبيب، وتل أبيب هنا هي المعنيان معا، المدينة بإطارها الجغرافي وبما تحمله من معان اجتماعية وجيوسياسية، وقبل ذلك كله كمركز لصنع القرار الصهيوني. وتقول الشرطة الصهيونية إن معجزة حالت دون مقتل العشرات لولا أن حادثا عرضيا حصل وخرب على المنفذ خطته، وهو الذي كان ينوي تفجير عبوته شديدة الانفجار في كنس وفق ما اشتبه مسؤولون في وزارة الحرب الصهيونية ونقلت عنهم وسائل إعلام صهيونية. أستاذ وليد، يعني عودة العمليات الاستشهادية في قلب تل أبيب، ما دلالاتها في هذا الوقت؟ يعني اولا عندما نتحدث عن العمليات الاستشهاديه اللي تحدث الان في الكيان الصهيوني نتذكر الثمانينات اطفال الحجاره، وهذا نذكرها تماما. اطفال الحجاره يعني شعب مو مسلح، فقد الامل، لا اسلحه لا شيء، شلون يقاوم؟ وصل مرحله الحجاره فقط، فكان يلقيها على الدبابات الاسرائيليه على الصهاينه، فسبب ازعاج وتدخل الدول، وحتى تدخلوا الى مرحله نضع حدنه أن يوقف الفلسطينيين. هذه الفترة عايشناها ونذكر بالثمانينات. الآن يعود السيناريو من جديد ولكن بطريقة متطورة أكثر. التفخيخ، الاستشهاد، العملية الاستشهادية التي تحدث اليوم وأتوقع أنها ستتمدد وتستمر داخل أراضي الكيان الصهيوني. لماذا؟ يعني أنت الحين خنقتني، ذبحتني، قتلتني، لا مجلس الأمن قادر عليك، لا محكمة العدل الدولية قادرة عليك، لا الاتحاد الاوروبي، اذا من سيتحكم او من سيعطيني حقي؟ نعم. اذا كل العالم تخلى عني، اذا انا الجا الى العمليه الاستشهاديه، وهذه لا شك ان سلاح سيزعج اسرائيل جدا. تأكيد. والسيناريو القادم ستخرج اصوات اوروبيه تقول هذه عمليات ارهابيه،
في حين أن ما يحدث اليوم في غزة لا يعتبر يعني شيء إرهابي مع الأسف. بالتأكيد، ويعني أصلا الشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة في الجهاد والمقاومة، وطالما هناك احتلال هناك مقاومة. إذن مشاهدينا قراءة في مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة اندبندنت عربية للكاتب توني فرانسيس بعنوان صفقة أو حرب، المهلة تقترب من نهايتها. يقول الكاتب: انطلقت عملية التفاوض الأخيرة في الدوحة على وقع عاملين جديدين سيحددان ما آلته الأخيرة، إما تهدئة أو استمرار الغليان إلى حدود الانفجار الشامل. العاملان يتمثلان في تصعيد إسرائيلي في طهران وبيروت يقابله تهديدات إيرانية متكررة برد لم يحصل من جهة، وحزم أمريكي في التحذير من أي تفجير واسع، مرفقا باستعدادات عسكرية لا سابق لها بهدف الدفاع عن إسرائيل من جهة أخرى. ويضيف الكاتب: بدأ الشرق الأوسط مطلع الشهر الجاري على أبواب حرب طاحنة، إيران تهدد ومعها أحزابها وفصائلها، وإسرائيل ترد باستعدادات عسكرية شاملة مؤكدة أنها ستخوض حربا ربما تجعلها استباقية من دون انتظار لرد إيراني مفترض، وتعتمد إسرائيل على دعم كامل من جانب الولايات المتحدة ومعها تحالف دولي نشأ فور اندلاع معركة غزة. يعد أن حماية إسرائيل مهمته الأولى. ويتابع الكاتب حركة المصارعين الإقليميين إيران وإسرائيل سرعان ما انضبطت تحت السقف الذي ارتأته الإدارة الأمريكية التي عملت على منع الانفجار الشامل عبر التركيز على عنصر التفجير المباشر. حددت الإدارة موعدا جديدا لاستئناف مفاوضات الهدنة في القطاع بالتعاون مع الوسيطين المصري والقطري، متخطية حادثة الاغتيال في العاصمة الإيرانية والقتل في ضاحية بيروت. إلى الكاريكاتير. كاريكاتير اليوم من صحيفة القدس العربي بعنوان تفاوض. الكاريكاتير واضح جدا، قطرات الدم لا زالت تسيل ولن تتوقف، وإذا لاحظنا أنها كانت في الاتجاه الآخر وانتهت ومن ثم تم قلبها لتعود مرة أخرى تتساقط مرة ثانية إلى الأسفل، وهذا يؤكد أنها لن تتوقف ما دام أن مجلس الأمن لم يستطع أن يتحرك ويقدم شيء على أرض الواقع بعيد عن الأوراق والبيانات، ما دام يعني الاتحاد الأوروبي لا زال مع الأسف يصفق لإسرائيل، ما دام أن الولايات المتحدة لا زالت تساند وتدعم الكيان الصهيوني، وكما ذكرنا بموافقة الولايات على دعم إسرائيل بصفقة أسلحة يعني كبيرة 18 مليار دولار، فإن الدم سيسيل ويستمر مع الأسف بدون أن يتوقف. مع الأسف أتفق معك في كل ما جئت به أستاذ وليد، ولا يسعني إلا أن أتفق معك. الإعلامي والكاتب الصحفي وليد الأحمد، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا، حياكم الله. وشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم منشأة صحافة، نلقاكم غدا، إلى اللقاء.